لابد عشان تكون شاهد لابد انك انت تكون بتعرف هذا الشخص. انا بشكر ربي كتير من اجل رعايته وحمايته والسنين اللي عدى بيا. لغايه الشيخوخه هو راعينا. نسمع إلى الكلمة المقدسة، كلمة الله الحية. ونحن نعيش في أيام صعبة وقاسية، لابد أن نرجع إلى الكلمة الحية التي تعطينا دفعة قوة لكي نسلك بالتدقيق ونعيش ونحن ناظرين إلى رئيس الإيمان المكملي يسوع المسيح ربنا ومخلصنا. كلمة الرب في تثنية 28 تقول: وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. مباركاً تكون في المدينة، ومباركاً تكون في الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، ومباركاً تكون في دخولك، ومباركاً تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك، له كل مجد. دعونا نحن رؤوسنا. يا ربنا وإلهنا الصالح، أيها الآب والابن والروح القدس الله الواحد، مبارك اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. في هذه اللحظات المباركة التي نبدأ بها هذا الاجتماع المبارك بسبب وجودك في وسطنا، نحن نثق بأنك أنت موجود، لأنك أنت وعدت ووعدك صادق وأمين. مكتوب عنك الأمين الصادق، أنت الصادق الأمين وحدك. كل البشر يا رب خطاة ونحن منهم، وقد عوجنا كل مستقيم وصنعنا الشر أمام عينيك، ومع ذلك يا رب ترضى بأن تكون في وسطنا لكي تباركنا. نستغل يا رب هذا اليوم المبارك عيد الأب لكي فعلا نبارك أبانا الذي في السماوات، وننحني ونقبل من ثقبت يده على الصليب من أجل خطايانا، ونطلب روحك القدوس أن يعمل فينا فنكون في أمان وسلام. يا رب هذه الكنيسة أمانة في بين يديك الطاهرة، اجعلها قوية، اجعلها مثمرة، اجعلها عاملة، اجعلها نشيطة. اجعل كل فرد يا رب كبطل، اجعلنا كما كسهام مبرية في يد الجبار. نعطيك المجد والكرامة لأنك تسمع وتستجيب، ولك كل المجد أيها الآب والابن والروح القدس باسم يسوع. أمين ثم أمين. أمين. خلينا واقفين لو سمحت، خلينا نبتدي كده نقول له: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. لو احنا جايين النهاردة عشان نعتبل بعيد الأب، هو أحسن أب نقدر نحتفل بيه. خلينا وانت كده بتخش الاجتماع قول له الكلمات ديت، هي ترنيمة، هي صلاة، هي طلبة. قول: أنا جاي أقول لك أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، أنا عايز أقدس اسمك النهارده.
كده في الحصلة أقول له أنا جاي أقول لك الكلمات دي لكل المجد ولكل العظمة، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد، مستحق وحدك. مستحق وحدك. أقول له جاي بشكرك وبعظمك لأنك أنت الأب السماوي المستحق وحدك كل المجد وكل العظمة وكل البركة. خذني بقرب قلبك فأعبدك. خذني بقرب قلبك لا تنكر نفسك
أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. أنت عظيم أنت عظيم ليس مثلك يا تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء. وانت في رحصلك كده اقول له بشكرك لانك عظيم، من مثلك من مثل الرب تستطيع كل شيء. لم ترى عين الها غيرك، الاب السماوي مستحق كل المجد. من مثلك من مثلك. ترى عينا إلها غيرك يفتح السجن وينزع أقف معي أقول الكلمة دي. لن ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود شق الغمر. فإذا طريق لا تعوق الهيبان أو سود الظرى. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين إلها غيرك سواك. بقول له لم ترى عين مين زيك مين زيك مين زيك. لم ترى عين إله غيرك، تألمت على عود الصليب كي تعدني مكانا في السماء. ايه رايكم
نقول مع بعض الترنيمة يمكن تكون جديدة هنا بس هي يعني مش جديدة قوي. الترنيمة بتقول كده: القدوس المهوب القديم الأيام، سيدي سندي هو رب السلام. العدد بتاع القرار بتاعها حاجة حلوة قوي، بيقول إيه؟ هو رب الحياة وهو الطريق، أسد غالب وفي صفي رفيق، اتكالي عليه ذراع أبي. كم واحد يجي يقوله كده: أنا جاي واتكالي عليك أنت، ذراع أبي، ذراع قوية، تقدر تحملني، تقدر ترفعني. هاليلويا. لو عارف التنمية دي تقف قولها معانا أو حاول تدندنها معانا. القدوس المهوب القديم الأيام، سيدي سندي هو رب السلام، القدير العظيم الإله المهوب، تنحني تجري إليه. قول معايا قرار: هو رب الحياة وهو الطريق، أسد غالب وفي صف رفيق، اتكالي عليه ذراع أبي، تحملني بحب. هو تاني بقى العدد من الأول: القدوس المهوب القديم الأيام، سيدي سندي هو رب السلام، القدير العظيم الإله المهوب، تنحني تجري إليه كل القلوب. هو رب الحياة وهو الطريق، أسد غالب وفي صف رفيق، اتكالي عليه ذراع أبي، يحملني بحب هو مطلبي. هو رب الحياة وهو الطريق، أسد غالب وفي صف رفيق، اتكالي عليه ذراع أبي، يحملني بحب هو مطلبي. القدوس المهوب القديم الأيام، قولوا انتوا بقى، سيدي سندي، عايز اسمعكم، علي صوتك. واحد متطمن وهو مع الرب. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، أيوة كده، ارفع عليك. طب ايه رأيكم نقف نقول التنمية مع بعض؟ أنا متطمن وأنا وياه، أصله أبويا، هو أبويا وهو إلهي وهو اللي صنعني، هو اللي إيده وزراعه قديرة. أكتر حاجة اللي بتأثر قوي مع الأطفال، أنا بحس ده، أنه لما يكون ابني ولا بنتي ماشي جنبي ومطمن، مطمن انه يعني مثلا لو احنا في مكان غريب، مثلا في يعني في الزو، في اي حته مكان غريب، دايما يبقى ماسك ايديك كده، هو مطمن، عارف ان هو انت معاه وانت جنبه. ولما يحصل ان انت تختفي شويه كده مثلا، تلاقيه يبتدي يدور عليك: فين ابويا، فين امي؟ بس الله جنبنا، عمره ما بيختفي من المشهد. هللويا. أصل أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جي ونجاني أنسى وأقول إنه إنساني. أصل أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جي ونجاني
الراحة. أنت الراحة لكل جريح، لحظة بلحظة لقيت أيام مش متروكة، مش متروكة العصر أنت يا ربي كل أمالي. أنت الراحة لكل جريح، لحظة بلحظة لقيت أيام مش متروكة. أشكرك أعظمك أنسى وأقول إنه بينساني أصله أبويا هو إلهي هو صنعني هو فداني إزاي بعد ما جينا جاني أنسى وأقول إنه بينساني. هاليلويا اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب. خلينا نختم بالترنيمة ديت. أنا عايز أسمعك وعايز أصواتكم تبقى أعلى منا. اسمك يتغنى مبارك العزيز الوحيد ملك ملك الملوك رب الأرباب. اسمك يتغنى اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب. اسمك يتغنى اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب. اسمك يتغنى اسمك يتغنى مبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب. قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباؤوت يا مليك الدهور السرمدي
الرب ما أشهر الرب أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة نعظمك والسلطان نعظمك نباركك أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك نعظمك نباركك أنت القدير رب مشير أنت العلي رب نقول له ما أبهاك ما أعظمك هاليلويا طب مين كده عايز يقول هاليلويا النهاردة للرب كده لا هقول استنوا بس هقول واحد اتنين تلاتة ونقول هاليلويا مع بعضنا ايه رأيكم واحد اتنين تلاتة هاليلويا لا في حاجة أحسن من كده مرة تاني واحد اتنين تلاتة هاليلويا مبارك اسم خلونا نحيي الرب اللي موجود في وسطينا النهاردة حلو مبارك اسم الرب إلى الأبد العالم كله النهاردة بيحتفل بعيد الأب وإحنا بنحتفل بعيد الأب الفازر داي سنبشكر الرب جدا لأن إحنا لينا أب في السماء وهو أبونا الحقيقي وهو الأب اللي احنا بنرفع إليه أنظرنا وقلوبنا الكتاب بيقول في إنجيل يوحنا بيقول أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان إيه السلطان ده؟ هل يقيموا موتى؟ يشفوا مرضى؟ يخرجوا شياطين؟ لا بيقول وأما كل الذين آمنوا به فأعطاهم سلطان عارفين السلطان إيه؟ أن يصيروا أولاد الله علشان إحنا نبقى أولاد الله ده أعظم سلطان ممكن إنه يعطى لإنسان زينا على الأرض فبنشكر الرب من أجل هذه البنوية ومن أجل هذا السلطان الحقيقة النهاردة يمكن في ملحوظة موجودة هقول لكم يعني قد إيه السيدات الموجودين في الكنيسة لا استنوا شوية قد إيه قادرين فعلا يعني فعلا خلوا كل الأبهات النهاردة يلبسوا قمصان زي بعضيها وعلى فكرة ما عرفش كم واحدة اشتركت في هذا الأمر لكن الغريبة إن ما فيش ولا واحد قدر يكتشف الخطة بتاعتهم حاجة عجيبة جدا بالظبط فحاجة طبعا النهاردة أنا قمت يعني عايز ألبس حاجة فأنا مريانة جاية بتقول لي ألبس القميص ده بابا أنا جايبه لك قلت لها كويس حل بس ألبسه في يوم تاني قالت لا النهاردة ألبسه بقى النهاردة ده عيد الأب النهاردة وأنا جايبه لك أنا مش عايز زعلها فلبست القميص بس دخلت كده لقيت كل الكنيسة لابسة قمصان نفس اللون علشان كده اللي أنا قلته الأسبوع اللي فات فعلاً إن هذا الموسم وفي هذا الزمن هو زمن الأولاد مدارس الأحد والشباب وأيضاً زمن السيدات ده موسم السيدات إن الرب يستخدمهم بأكثر قوة وأشكر الرب من أجل اجتماع السيدات اللي بدأ الخميس اللي قبل اللي فات واللي هيكون الخميس الجاي وأشكر الرب على البداية والولادة القوية العافية وبشكر الرب لأني واثق ومؤمن تماماً إن هيعملوا فرق وفعلاً هيتركوا بصمات وهتبقى ليهم بصمات في عام 24 ليكونوا بركة للكنيسة وبركة لبيوتهم بركة لأزواجهم بركة لأولادهم وبركة للمدينة كلها مين يقول أمين رغم إن هو عيد الأب لكن تعالوا نحيي السيدات اللي دبروا هذا الأمر إيه رأيكم تاني برضو
راجل بيقول لي من كتر اللي حصل في البيت ألورا جاله النهاردة بتسلم عليه الصبح وبتبوسه بتقول له هابي ماذر دي بابا. أشكر الرب أحبائي من أجل وجودنا مع بعض ومن أجل حضور الرب في وسطينا. أنا واثق إن الرب النهاردة هيباركنا وهيدينا فرصة رائعة جدا. النهاردة الحالة مش هتكلم، لكن النهاردة هنسمع بعض المشاركات من الأحباء اللي موجود في وسطينا، وما تتضايقوش. هو كل واحد، هو القميص ده مش هيتغير، بس هتلاقي بس الشكل الخارجي بس هو اللي هيتغير، لكن نفس التصوير هيبقى هو هو. فخلينا النهاردة كده بخشوع كده، وان احنا تبقى كلها كده زي تأملات، او بنحب ان احنا نقدم التهاني لكل اب موجود في وسطينا، سواء هو اب حاليا او سيكون اب في المستقبل. امين حبايب، هنكون مرتبطين بفترة زمنية محددة لكل واحد، وهنكون حاطين وقت كده هوت، فالفرصة مفتوحة وهم عارفين يعني واحد وراء الاخر. تفضلوا، هيبدأ معانا الاخ رفعت. تفضل اخ رفعت. رب لي خطة. الرب لي خطة لكل رجل. الرجالة تبص لي كويس. في وقت من الأوقات كان في واحد ملوش دور خالص ومخفي ومداري ومحدش يعرف عنه حاجة، وعيلته ضعيفة جدا مش مشهورة، لكن الرب كان ليه رأي تاني غير اللي هو شايفه في نفسه. ممكن يكون هو شايف في نفسه إن هو ده ويفضل ده طول عمره، لكن الرب جاله وقال له أنت رجل محارب، أنت جبار بأس. كلكم عارفين جدعون، بس أنا مش هتكلم عن جدعون، بس بعرفكم أن الرب لي خطة لكل رجل، وده كان مثال. في جبل لازم يتهد وما يبقاش فوق جبل الرب أبدا، اللي هو جبل عدم تواجد الرجال وعدم تفاعلهم. الجبل ده لازم يتهد. تاني، بركز في الكلام، في جبل لازم ينهد، جبل عدم تواجد الرجال وعدم تفاعلهم لازم ينهد، لأن في أشعياء 2:2 بيقول كده، جبل بيت الرب يبقى فوق أي جبل تاني وهو اللي يبقى ليه السيادة، لأنه خطة في خروج 1:10 العدو كان له خطة إنه الرجالة ما يبقاش ليهم دور خالص ولا يبقى ليهم تفاعل. ده في خروج 1:10 قال كده العدو، ان احنا نعمل خطة علشان نمنع الرجالة ان هم يزيدوا في العدد. ما ممكن يزيدوا في العدد بس ما لهمش دور، لا ده مش كده وبس، وما يبقاش لهم قوة. دي خطة العدو، خطة فرعون. خلينا برضو كانت خطة العدو في اللي انا بقول عليه اللي هو خروج 1:10
خلينا العدو بيعمل كده، خلينا نتآمر على الرجالة بالذات، نعمل مؤامرة على الرجالة إن هم إيه؟ إن هم ما ينضجوش، ما ينموش، يبقوا كده رجالة رايحة جاية لكن ما لهمش دور خالص. لأن لو ما عملناش كده، ده خطة العدو، لو بيتأمروا بيقول لو ما عملناش كده ممكن يحاربونا. لكن في رسالة من الرب بتتقال لكل راجل. ممكن كل راجل يرفع ايده، بس كل راجل يرفع ايده. لا مش كده، ارفع ايدك بقوة، اتأكد ان انت راجل وارفع ايدك. انت اسمع الكلمات دي، انت شخص قوي. بدي مثال للي حصل مع جدعون، انت شخص قوي، انت شجاع، انت تقدر تحقق الهدف، انت غالي جدا. عارف ليه؟ لانك انت من الله، انت عندك امكانيات. الكلام للرجاله، انت عندك مواهب عشان تشارك بيها، انت نوع فريد من نوعك. وانا بقول الكلام ده ليك وانا بستقبله ليا، ان انا فريد من نوعي. انت مش شبه حد تاني، عشان كده ما قارنش نفسي بحد تاني، لان انا مش شبه حد تاني، لان انا فريد من نوعي. سواء بقى كنت عازف، سواء كنت مرنم، سواء كنت فنان، سواء كنت مخطط، سواء كنت مدرس، سواء كنت هندمان، سواء كنت طبيب، سواء كنت رياضي، سواء كنت سياسي، راجل أعمال عندك قدرات معمارية، أنت مليان بالحب والفرح اللي من الرب. هقول لك على حاجة، أنت عندك ابتسامة جميلة، الرجالة شايفاني، عندك ابتسامة جميلة. أقول لك على حاجة، أنت جواك كلمات من الرب مليانة بالحياة. أنت عندك حكمة، أنت عندك سلام من الرب مليك، أنت جواك طاقة مدهشة جدا، أكتر طاقة، طاقة ما تبصش على جسدك، جسدك هو مش منبع الطاقة، لكن أنت بداخلك طاقة قوية جدا أكتر من أن أنت بتتخيلها. لو سمحت عليك أن أنت تكتشف ده فيك، مش اللي انت شايفه في نفسك. عليك يا رجل ان تكتشف مش اللي انت شايفه في نفسك، لكن تكتشف اللي ليك من الرب، لان الرب بيحبك جدا مهما كانت الحاله اللي انت شايفها في نفسك. بقولها، مهما كانت الحاله اللي انت شايفها في نفسك، انت ليك صوره. الرب قال نخلق الإنسان على صورتنا، أنت ليك يا رجل أنت ليك صورة أصلية عند الرب. صورتك الأصلية مش اللي أنت شايفها في نفسك، لكن صورتك الأصلية هي عند الرب، ولازم تسترد الصورة اللي ليك أنت
من عند الرب، لازم تستردها، لازم تسترد الصورة بتاعتك، لأن القدرات والقوة اللي موجودة موجودة في هذا الرجل اللي هو أنت. الرب لما جاي يكونك بصراحة أبدع في تكوينه، أبدع في تكوينه ليك. بص معايا، كل واحد عنده مراية، كل حد عنده مراية في البيت، كل راجل اقف قدام المراية وبص في المراية وشوف نفسك. وانا عايزك تقول الكلمات دي للرب، وانت بتشوف نفسك، انا حلو جدا، ايه الجمال ده، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ طب ممكن تحط ايدك كده بسرعه كده وتقول بسرعه كده وتقول انا حلو جدا، ايه الجمال ده يا رب. لا ما تقولش حد غيرك، قول لنفسك انت. هلو، مكسوف وبقولها في البيت، اوكي. بص، ما يهمش انت شغلتك ايه حتى، يعني ممكن تبقى مدير في شركة هنا، ممكن تبقى عامل بسيط، ده مش مهم، ممكن تكون ساكن في بيت كبير جدا، ممكن تكون ساكن في أوضة. شكلك ايه او جنسيتك ايه مش مهم، لان انت جنسيتك الأصلية مش اللي انت اكتسبتها لما اتولدت في الارض، لان جنسيتك الاصليه هي من عند الرب من السماء. مهما كان اللي انت شايفه في نفسك، الحقيقه بقى، بنهي على الحقيقه، انت يا رجل بداخلك جواك قوه للحياه، مش للموت ولا للتعب ولا للفشل ولا للإحباط ولا للمزلة. أنت يا رجل جواك قوة للحياة، لأن أنت لما تم تكوينك، اسمع دي، أنت يا رجل لما تم تكوينك، تم تكوينك في مكان سري العدو أصلاً ما يعرفهوش. أنت يا رجل تم تكوينك في مكان سري في قلب الآب، وأنا شايف ده فيا أنا، إن أنا تم تكويني في مكان سري. اتولدت في الأرض لكن تم تكويني في مكان سري في قلب الآب. لما برفع ايدي انا فرحان بالرب، فرحان جدا. عايز اقول لك ده اصلا اللي جواك، ده اللي جوه كل حد فيكم جبار بأس. اسمع دي، الراجل اللي أنا بتكلم عليه النهاردة اللي هو أنت، الراجل ده اللي المطلوب أنت تكتشفه فيك، الراجل ده بينادي عليك. الراجل اللي أنا بتكلم عنه بينادي عليك، هو جواك. الراجل ده محتاج أن أنت تطلقه للعالم علشان يصنع تغيير في العالم. انت حابس الراجل ده جواك، ودي خطة العدو، ان الراجل اللي جواك يتحبس.
آخر شاهد هقراه قدامكم اللي هو أرميا 17:7-8. أرميا 17:7-8 عارفين بيقول إيه؟ مبارك الرجل. وأنا ما باخدش الكلمة ككلام مكتوب زي ما مكتوب في الكتاب من عنوان السطحي، لكن أنا بخش جوه الكلمة. الرب عايز يقول لي أنا إيه لما يقول مبارك الرجل؟ إيه اللي ورا كلمة مبارك؟ بتقول إيه يا رب في الكلمة دي؟ مش بقراها قراية عابرة، ما بقراهاش كلوجوس، لكن بقراها كريمة ليا أنا شخصيا. لكن أنا هقولها قراية عابرة وأنت تكتشف ده جواك، تكتشف الرب بيقول لك إيه من خلال الكلمات اللي هو كتبها في الكلمة. الكلمة دي لكل حد، لكن لما تبقى ريمة ليك أنت شخصيا الوضع بيختلف. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. ماله ده؟ فإنه يكون كشجرة مغروسة ما بتتهزش. ما تجيش أي صعبة أو أي مطبات كده وتوقعه، لا ده مغروس وليه عمق، مغروسة فيه على مياه، على نهر تمد أصولها. أنت كراجل مش على قدك أنت، ولكن بتمتد أصولك من جيل ورا جيل، تمتد أصولها ولا ترى، يعني ما بتخافش. إذا جاء الحر يكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإسمار. شكرا لكم. هللويا، مبارك اسم الرب. اهلا بكم احبائي في المسيح، اعضاء الجسد الواحد وشركاء المجد العتيد. النهارده طبعا عيد الاب، والمفروض ان انتوا اللي بتحتفلوا بينا، لكن انا في الحقيقه جاي انا اللي احتفل بيكم واقول لكم متشكرين على القميص ده. الاسره في الحياه العامه عبارة عن سفينة بتتكون من دفة وقبطان. إذا كانت الدفة هي الأب، طب والقبطان هو المرأة؟ لأن أنا بؤمن جدا بدور المرأة في الأسرة. فإذا كانت المرأة صالحة والدفة صالحة، المرأة هتقود السفينة وترسيها على بر الأمان، بتوجه الدفة في الاتجاه الصحيح، والأسرة تبقى سعيدة وترسي على بر الأمان. وبرضو الأسرة الكنسية احنا هنا برضو في سفينة، انتوا بقى الدف، احنا الدف، أما القبطان بتاعنا هو الراعي، هو الراعي اللي بيوجهنا ويودينا للطريق الصحيح والتعليم الصحيح. لكن بعض الأسر بتاخد طريق تاني. في حاجة مهمة جداً لازم تكون موجودة في الأسرة، هي البوصلة. البوصلة اللي بتحدد الاتجاهات، البوصلة اللي بتوجه القبطان ناحية الطريق، ومنه بيدي الإشارات للدفة عشان المركب تسير. لكن بعض الأسر ما عندهاش بوصلة، بترسو على يعني السفينة بتاعتها بتمشي تمام ماشية، وبترسي على بر الأمان، وعندها أمان، عندها غنى، عندها فلوس، عندها أسرتها مستقرة، وما فيش بوصلة. لكن ما ينفعش، لازم يكون في بوصلة، لأن البوصلة دي هي السيد الرب.
السيد الرب هو اللي بيدي الإشارات، هو اللي بيقودك للطريق الصحيح. وإحنا نشكر ربنا في سفينة الكنيسة بتاعتنا السيد الرب إيه؟ موجود. لكن واحد يقول لي بس مش مهم، ما في بعض الأسر ما عندهاش البوصلة دي وأسرتها نجحت وبقت كويسة. ماشي، بس في حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها. في بحر تاني اسمه بحر الحياة الأبدية، في مركب تاني، في قائد تاني، في بوصلة تانية، في دفة تانية، كلهم دول السيد الرب. إن ما كانتش البوصلة ليها نصيب معاك في الحياة الأرضية، مش هتكون ليك نصيب في حياة الأبدية مع البوصلة. إن ما كانش ليك شركة معها في السفينة بتاعتك، مش هتكون ليك شركة معها في السفينة بتاعته. إن ما كنتش تحت المظال الأرضية، مالكش نصيب في المظال الأبدية. أصل المظال الأرضية دي هي البوصلة، هي السيد الرب، فيها حماية، فيها رعاية، فيها أمان، فيها عناية، فيها نصرة، فيها فرحة، فيها تحرير. والتحرير بيبدأ من هنا من الأرض. إن ما تحررتش هنا مش هتتحرر فوق. كل شخص أبوه في نظره أعظم أب، بغض النظر عن نظرة الناس لي. مش مهم نظرة الناس لأبويا إيه، أنا أبويا في نظري هو أعظم أب. لكن ممكن يكون الأب ده أخذ قرارات ضد ابنه وزعل ابنه منه، ابنه عايز حاجة أبو يقول له لا ما تنفعش. ممكن يكون كان قاسي معاه، ممكن واخد بالك. بس لازم نعرف حاجة أيها الأبناء، إن الأب حتى لو كان قاسي، لو كان بياخد قرارات في بعض الأحيان أنت بيتهيأ لك إن هي خاطئة، لكن هو بيعمل على مصلحتك، هو شايف إن دي مصلحتك. أنت ممكن ما تكونش مقدر ده. علشان كده أنا هقوله لينا كلنا، للأبناء وللأباء والأمهات، هقول نصيحة. مش هقول إن هي وصية كتابية واجبة التنفيذ، لا، هقول عليها إن هي نصيحة، علشان للأسف الشديد في خراف خارج الحظيرة وخراف أخر، وفي ناس خراف داخل الحظيرة دعي عليهم اسم الرب باطل وما بيقبلوش كلمة الكتاب بيقول. فنقول عليها نصيحة. أول نصيحة للأبناء، اكرم أباك وأمك. بس مش هنكمل بقية الكلام، لكن اكرم أباك وأمك. طب إزاي أكرم أبويا وأمي؟ حاجة واحدة بس، الطاعة. في الطاعة كل شيء، كل المكاسب، كل حاجة بتلاقيها في الطاعة. طب نصيحة للآباء، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. علموا أولادكم، ربوهم، قوموهم، فهموهم، ازرعوا النبتة الصالحة، روها بماء المحبة، روها بمية المحبة. ده دورك كأب، ده دورك كأم، ولازم الاتنين مع بعض، النبتة الصالحة ومية المحبة، ما يمشوش واحدة لوحديهم. ولو بعد حين إن البذرة دي هتنبت، هتزدهر، هتثمر، انت دورك لغاية زرع الكلمة. أما الإثمار مش بتاعك، مش بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع أي حد، بتاعه هو. النبتة الصالحة هي كلمة الله الفعالة،
طب بدون مية المحبة عبارة عن قيم، أخلاق، سلوكيات كويسة بيتبعها بعض الناس في العالم ملهاش أي قيمة. طب والمية؟ البوصلة، المسيح، السيد الرب. طب لو البوصلة أو المحبة موجودة من غير النبتة الصالحة، محبة أهل العالم، محبة كلها زيف وغش وخداع، مش المحبة المبنية على قلب المسيح. آخر حاجة هقولها، أنا كان لي أبويا الأرضي كان أعظم أب، انتقل ووصل بسلام، لكن لي برضو أبويا تاني، أبويا السماوي، أبويا الحقيقي اللي هو البوصلة في حياتي. في العادة الابن بيزعل من أبوه علشان ما نفذوش رغباته، لكن الغير معتاد إن الابن يزعل أبوه. وأنا زعلت أبويا، زعلت أبويا السماوي، زعلته لما رفضت إني أسمع صوته، زعلته لما عصيت عليه، زعلته لما مشيت في طريق العالم وبعدت عنه، زعلته بالسلوكيات الشائنة، زعلته كتير. علشان كده النهاردة أنا بقدم له ذبيحة، ذبيحة خطية، ذبيحة مغفرة، ذبيحة حب. بقدم له رسالة، رسالة اعتذار، بقول له يسامحني فيها. وهو مستنينا كلنا، دي أجمل هدية نقدمها ليه النهاردة، لأن هو أب والنهاردة عيد الأب، فالنهاردة عيده، هو بيعيد معانا، بنقدم لبعضينا هدايا في العيد، دي الهدية اللي هو عايزها مني ومنك ومن كل واحد. عايز ذبيحة مغفرة منك، عايز ذبيحة خطية، عايز رسالة غفران واعتذار. بقول له فيها اعفو عني ولا تشح بوجهك. انا مش عارف انا قلت الرسالة دي قبل كده ولا لا، مش فاكر، لكن النهاردة بمناسبة عيد الأب هقولها تاني. أبويا السماوي، إليك أخطأت وبالعالم تدنست، تركت موائدك وهربت من مقادسك، فاعفو عني ولا تشح بوجهك. خمري وزيتي زيتوني وكرمي سكائب غير مرضوضة، وكل ذبائحي مرفوضة، فاعف عني ولا تشح بوجهك. رفعت أصناما في قلبي الذي هو لك هيكلا، فصار للبعل قبرا مهيكلا، أقمت لنفسي مذبحا فصار لي مذبحا، أقمت للبعل مذبحا فصار لي مذبحا، فاعف عني ولا تشح بوجهك. أطلقت بوقا بالوعود، كفاكم يا قوم في جبال التيه قعود، وتشددت يداك وما زلنا للعالم سجود، فاعف عنا ولا تشح بوجهك. ربنا يبارككم. هاللويا، مبارك اسم الرب. أتكلم اليوم لأخوتي وأحبائي الرجال في هاي الكنيسة. مرات محتاجين إحنا الرجال وقفة مع أنفسنا، نرتد شوي للوراء شوي ونفكر.
في البداية بستشهد من الـ الآية اللي قالها الرب يسوع المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة. بتدور هذه العبارة في إمكانية إصلاح ورجوعنا إلى أبينا السماوي. إحنا كل أب، كل رجل محتاج بقوة أبوة الله. فهو يسوع هو الطريق منا إلى الآب ومن الآب لنا. هو الطريق، هو الحق، من جهة حقيقة إن الآب هو هذا، هو الآب السماوي، حتى يقطع الطريق عن أي أكاذيب تلت فيها أذهاننا عن أبوة الله. الله جسد مسيرة الابن مع الآب، الرب يسوع المسيح مع الآب، في العلاقة بين الابن والآب قديش كانت علاقة وصورة جميلة. ولما الآب قال هذا ابني الحبيب، هذا ابني الحبيب، كان يسوع هو الصورة، الصورة اللي أعطانا نقتدي فيها حتى يكون لنا علاقة مع هذا الآب الحقيقي. أنا ما بزعم يعني اليوم أني أنا نجحت في كل ما أنا فعلته لأولادي، نجحت في كثير من الأحيان، لكن في أشياء يمكن أنا فشلت فيها، لكن بالمحصلة في أشياء يعني بشكل عام كويسة يعني. لكن المشكلة الحقيقية هو مشكلة غياب الأبوة من البيت هذه الأيام. نحن يعني إحنا الآباء لنا علاقة، إحنا لنا خبرة ولنا علاقة مع كأبناء كنا لآبائنا، والآن عندنا أبناء فعندنا بعض الخبرة. فالأبوة ليست هي اجتماع بين زوج وزوجة وعمل طفل، لكن هو أنا الطفل تبعي، أنا بعمل منه إنسان في هذا العالم، أنسنة هذا الطفل أن يكون إنسان بما تحمل الكلمة من معنى، من جمال ومن عظمة ومن قوة في هذا الطفل، أنه يعرف هويته، يعرف إلهه، يكون نافع للمجتمع، يكون نافع لوطنه، يكون نافع لكنيسته، يكون نافع لحياته، لبيته. سامحوني أنا لأني مش واعظ يعني متمرس، بأخذ بغش من الدفتر. فعندنا مشكلة أحيانا للأطفال بيشوفوا بعض يعني سوري أنا يعني بثير بعض الشغلات، لكن إحنا حتى نتعلم كلنا. الأطفال أحياناً بيشوفوا الأب والأم بتخانقوا وأصواتهم بتعلى، لكن إحنا ما ندرك حقيقة اللي منسويه. لكن الطفل حقيقة هو يشعر الطفل بأنه عالمه بنهار لما يشوف أبه وأمه بتشاحنوا بصواتهم بتعلى، فالطفل بيكون في حالة صعبة. وأحيانا كثير الطفل ما بيقدر يعبر عن مشاعره، ممكن يكون في الليل دمعته أخده، حد الأب والأم مش مدركين ولا عارفين شو اللي بصير مع الطفل. لكن المشكلة هذا الطفل بتكون هاي المشاعر اللي فيه، اللي مش لاقي حدا يعبر عن هاي المشاعر ويتكلم عنها، بيبتلع هذه المشاعر وبتتحول إلى سلوكيات، منها يعني بيكون عنيف، منها بيكون يعني شرس، ممكن يكون ينزوي. وهذا الطفل يعني بنسأل إحنا ليش هيك طلع الطفل؟ شو أحيانا بننسى غياب الأبوة وغياب الأم في المشهد بشكل كامل.
يعني احيانا احنا كاباء تعلمنا بجزء ابائنا مروا في ظروف صعبه والحال الماديه مهمه بالنسبه لهم، واحنا تاخذنا هذا ورثناه انه لازم نشتغل ساعات طويله ونعمل ونسوي، بننسى انه احنا يعني ما بنعطي وقت كفايه لبيوتنا ولاطفالنا ولاولادنا، حتى انه يعني احيانا بجوز الطفل مش محتاج انك تشتغل ساعات طويله، محتاج حضن، محتاج رعايه. فيعني شغل اقل، لكن هذا الطفل ما بيعرف انك تشتغل كثير عشانه، بيعرف انه محتاج حضن، محتاج يعني رعايه. انا بشكر حماي وحماتي صراحه. ريم من اول يوم يعني في حياتها زرعوها في الكنيسة، وأنا لما تعرفت عليهم دائما كانوا مشجعين، والكلام المشجع لأولادنا لأحفادنا هذا يعني شيء عظيم. أنا دائما كنت أشوف منهم التشجيع، وإحنا كمان مشينا بنفس الخط. إحنا كرسنا أولادنا أول ما ولدوا، كنا بالكنيسة اجتماعات ساندي سكول للأطفال، مؤتمرات. فتجد أولادنا مش صعب إنك تشدهم على الكنيسة، لحاله بيجي على الكنيسة لأنه صار عنده انزرع في فهاي من الأشياء اللي المفيدة اللي أنت بتفكر إنك بس جيت على الكنيسة أنت أولادك ما عملت شيء، لا عملت شيء. أولادك هلا في أولاد صعب تسحبهم على الكنيسة، تجيبهم على الكنيسة، فهذا شيء يعني جميل. لكن إحنا كآباء أحياناً نسأل أنفسنا، هل أنا إنسان حتى أتحمل المسؤولية؟ هل أنا راجل؟ شو قال الكتاب؟ يترك الرجل أباؤه، ما قال يترك الزوج، قال يترك الرجل. الرجل هو الشخص اللي بتحمل المسؤولية، والشخص اللي ما بتحمل المسؤولية مش رجل. أنا بقول يمكن حرام يتزوج، يعني الرجل هو اللي بتحمل، يترك الرجل أباهما. وأحيانا نسأل أنفسنا إحنا كرجال، هل أنا إنسان أفكر في الأمور العميقة، ولا أنا راجل بس بفكر في متعتي، في جلستي مثلا على القهوة أو في كوفي شوب، أو يعني متعتي مع أصدقائي. أنا هل بفكر في أمور عميقة تجاه أولادي وكون حقيقي يعني؟ ومرات ما يعني إحنا كرجال ما نخدع أنفسنا ونقول إحنا صراحة بنتعب كتير وبنحرق حالنا في الشغل عشان أولادنا. أحيانا يمكن نخدع أنفسنا، مرات بجوز بنحب الفلوس شوي، أحيانا بجوز إحنا يعني بدنا نحقق طموحاتنا، بدنا يعني ننافس في السوق، فأحيانا منكون نخدع أنفسنا، منقول أنا يعني بعمل مستقبل لأولادي. لا، هو الحقيقة إنك أنت تعمل أولادك للمستقبل، أولادك هم تعمل، مش إنك تعمل مستقبل لأولادك. يعني إحنا بنحكي شغلات عملية. في واحد عمل من الأشخاص اللي سايكولوجيست اللي المختصين في الأبحاث، بقول ربما لو عالجنا مشاكل الأبوة، لكان هذا بالنسبة لنا أعظم من اكتشاف علاج للسرطان، من كثر الحالات والدراسات المعمولة على مشكلة الأبوة ونقصها في البيت، حجم المشكلة. يعني أحيانا إحنا كأباء منسمع أولادنا كلمات يعني غبية، وتكون يعني مش مشجعة ومش مش لا مش بناءة. فنلاقي أولادنا لما يروحوا يلعبوا أو يشتركوا مش قادر ياخد خطوة، مش قادر يتحرك، مش قادر ياخد قرار، لأنه أنا قلت له كلمات بوقت مش واعي شو اللي بقوله،
وزرعت في نفس هذا الطفل أشياء، أصبح الولد خويف أو صار الولد غير ما عندوش قرارات. ونحن كأباء طبعا يعني مسؤوليتنا احنا كأباء نوفر الحماية لأولادنا، ونكون يعني دائما يشعر الطفل انه انا في، يعني مش ضروري انا ابرز عضلاتي وورجي الولد انه انا قوي. احيانا ممكن من خلال شغلة، مثلا الام في البيت صار عندها مشكلة بالغسالة، صار عندها الأب لما يقول ما يهمك عندي أنا هلأ بسوي هاي، الولد لما يشوف التوجه والحركة اللي بتصير قدامه، أو الأب حط سلم وطلع يصلح الشغلة، الابن بحس في أمان، بحس أنه هذا الأب يعني عملي أو بيعمل دور في البيت. طبعا يجب محتاجين إحنا نشارك أولادنا عن أبوة الله، وما نحتفظ في علاقتنا مع الله وأبوة الله في داخلنا، وما عمله الله معنا نحجزها عن الأولاد، لأنه مش كل الوقت إحنا مع الأولاد، لازم هم يكون عندهم شبع من العلاقة من مع الآب السماوي، مش بس إحنا نستحوذ على علاقة الأبوة، لكن يكون نعرفهم على أبوة الله والفائدة والشبع من هذه العلاقة. طبعا أمور كتير، طبعا إحنا مش عمالنا مرات ندرك خطورة غياب الأبوة من البيت وأهميتها. وتصور إحنا كآباء لما نيجي نقعد جلسة جميلة مع أولادنا، وأجي أقول له بتعرف كل أنا يعني أنا أحسن شيء سويته أني أعطيتك جينز، أعطيتك يعني الجين تبعي، وأنا خليتك يعني مثلا من عيلتي، أو وأنا يعني أكثر شيء أنا أصرف عليك وأعلمك. يعني إيش هالجلسة؟ مين الإبن اللي بده يقبل هاي العلاقة مع الآب، إنه بس أنا أعطيتك من جيني وأنا بصرف عليك؟ يعني إديش محتاج إحنا أحياناً نكون بيننا وبين أطفالنا أولادنا علاقة أبوة وعلاقة حقيقية. طبعاً أحيانا إحنا كآباء إذا كنا حرمنا من آبائنا أو يعني حصل يعني نوع من الأذى من آبائنا وحصل تشويه لحياتنا، لكن في رجاء، يعني في رجاء في الآب السماوي. إذا أنا ما أدركتش إنه هذا الآب السماوي وإيماني فيه إنه هو في شفاء لشخصيتي وشفاء لحياتي، وإنه إله خالق محب إنه بيقدر يعيني ويعين الظرف والحياة اللي أنا مريت فيها حتى أنا يعني أستقبل شفاء حتى أكون نافع لأولادي. إذا أنا حصل معي شيء من ناحية أبوي من حرمان من أذى، لازم أنا ألتجئ لأبي السماوي وأثق في أنه هذا الإله العظيم القادر أنه يرعاني ويرد نفسي، حتى أني أقدر أنا كمان أنهض، ما عيشش مشوه حياتي فيها تشويه، أقدر قادر أني أستقبل من هذا الإله شفاء لحياتي، وأني يعني أكون نافع وأكون يعني واعي للي واعي للي بيصير في حياتي، مش بس واعي للي بيصير من حوالي. يمكن سوري الحيوانات بتدرك الوعي اللي حاصل حواليها، لكن ما بتدرك الحيوانات شو اللي حاصل في داخل، لكن احنا لازم يكون عندنا وعي في اللي بيصير في داخلنا. شكرا.
الموبايل عشان 10 دقايق بتعبونا، لازم نعمل حسابنا عليهم. كل سنة طيبين. وبجد أول مرة أنا في أمريكا أشعر إن في عيد اسمه عيد الأب. عندنا في مصر مفيش الكلام ده، كنت فاكر إن في مصر عيادنا كتير، لكن طلع في أمريكا في عياد كتير قوي. فازر داي، مازر داي، فالنتي، كله كمان يونيفورم داي. يونيفورم داي النهاردة أنا ما اتضحكش عليا أسيس مراتي، ما خافت، قالت لساندي أنت يا ساندي بتقدر علي، قالت لي بابي أنا أجيب لك ده هدية لو سمحت البسه، وأم ما حدش بيجيب لي طقمي ويلبسني أنا بختار لبس. طب بعدين قالت لي لا البسه بكرة في عيد الأب أو الامبارح جابته لي. فأنا ما اتضحكش مراتي ما لسه ما سيطرتش، هي في أمريكا بس لسه ما سيطرتش. كل سنة وطيبين. وعيد فازر داي النهاردة كلنا طبعا كأباء كلنا بنحاول، كلنا فيش أب مش بيحاول إن هو يكون بيرضى عياله أو يكون بيصنع أحلى حاجة لأولاده. بيجي على نفسه أحيانا كتير زي ما أخو عماد قال، أوقات كتيرة بنصيب وأوقات كتير بنخيب، يعني ممكن نخطئ. أوقات كتيرة بنحاول على تربيتنا اللي احنا برضو تربينا من خلالها بنرب عيالنا، فممكن اكون انا تربيت في حاجة غلط بحاول اطبقها على عيالي وده مش صح طبعا. ولكن عايز اقول احنا افضل من غيرنا بكتير. في اباء تركوا عيالهم سبوهم وروحوا اتجوزوا تاني وروحوا اماكن تانية. في اباء بيقصوا بطريقة رهيبة. انا شفت افلام وحاجات لاباء عملوا أمور صعبة لأولادهم، لكن احنا بنشكر ربنا الأب السماوي علمنا، علمنا ازاي نسلك مع أولادنا ورب عيالنا. وده لأن بيوتنا مبنية على كلمة الله. البيت اللي مش مبني على كلمة الله هتلاقي فيه الكلام اللي أنا بقوله لك. ولو أنا وإنت أو أنا شخصيا كان بيتي مفهوش كلمة ربنا أو ما كانش فيه الكلام ده، أنا كنت أكون ممكن من الآباء اللي عملوا كده، سابوا عيالهم وداسوا وعملوا. لكن دي نعمة ربنا، والله الآب السماوي علمنا وتعلمنا من حتى لو كنا مش مؤمنين لكن متدينين في بيوتنا، وكلمة ربنا كانت موجودة كان ليها تأثير في تربية أولادنا. عشان كده عايز أقول لكم مهما كنا آباء وبذلنا مجهود وعملنا وكل الاجتهاد، لكن أحياناً بنخطئ. لكن في أب ما بيخطئش خالص، ولا مرة يخطئ ولا مرة أخطأ، الآب السماوي. كنا النهاردة بنحتفل بعيد فازر داي اللي هو الأباء الأرضيين، لكن عايز أقول لكم أنا وإنتوا تعالوا نحتفل بالآب السماوي اللي ما بيخطئش أبداً أبداً، اللي علمنا الأبوة صح واللي نتعلم منه ازاي نكون اباء صح. الاب ده اللي عمله يذهل الناس كلها، لدرجه ان في ناس دلوقتي لغايه دلوقتي دكاتره مفكرين مثقفين، ناس ممكن يكونوا علماء لكن مش مصدقين ابدا ان في حاجه اسمها اب سماوي. انت مين انت عشان انت تبقى ابن لله؟ انتوا كفره. عشان كده عايز اقول لك امتياز كبير احنا احيانا ما بندركوش او مش بندركه. بنيجي الكنيسه ونرنم ونصلي، احنا اولاد الاب السماوي. عارف مين هو الاب السماوي ده؟ الله قدري القدره، الله اللي صنع المسكونه دي كلها، اللي كل حاجه في الارض هنا هو عارفها وعارف بتمشي ازاي وبتعمل ازاي. الأب العظيم ده أنت وأنا نفتخر أبويا. تصدق أنت مصدق مدرك الحتة دي؟ تعرف يوحنا نفسه لما جه يكتب كده رسالة يوحنا وقال انظروا أية محبة، كان مذهول. مذهول ليه؟ أية محبة أعطانا الأب حتى نضع أولاد الله. يا رب طب كفاية نبقى عبيد، تبقى حاجة حلوة يعني، كفاية ان احنا نبقى شعبك زي شعب اسرائيل، ابناء
عارف انت وانا ابن لله ايه ده؟ مش تحس ان هي حاجه كبيره قوي؟ انا احيانا زي ما المرنم بيقول كده، انا بدوب قدام هذا الامر، قدام هذه الحقيقه، حقيقه مش سهله تدركها. تعرف لولا الروح القدس ان هو اللي وصل لنا الكلام ده، احنا كنا زي الناس التانية، ايه الجنان ده، ايه التخاريف دي. لكن الروح القدس هو اللي فعلا ادرك لنا او ادركنا المعلومه ديت، ومن خلال تعاليم المسيح الرائعه والجميله. انا مش هتكلم الورقه، مش بعرف اتكلم الورقه، من خلال كلمه المسيح وتعاليمه وهو بيتكلم عن الابن الضال، بعد ما قال الخروف الضال وقال عن الدرهم المفقود، ذكر قصة الابن الضال. وقصة الابن الضال تلاقوا فيها أعظم قصة تبين محبة الله السماوي الآب ده لينا كأبناء. صعب جدا، صعب جدا ولد يروح يقول لأبوه هو حي اديني الميراث بتاعي، اديني عشان عايز كمان ايه تعمل بيه الميراث، هتعمل مشروع، لا انا عايز انفصل عنك من غير ما ابقى تحت سيطرتك، من غير ما ابقى تحت سلطانك، من غير ما ابقى تحت عنايتك، انا عايز انا اعيش بنفسي. ياخد الابن الضال ده حق مش بتاعه، عارف ايه الفلوس دي بتاعت ابوه، لكن خد الحق ده وابوه سابه ويمشي بعيد عنه. وده اللي انا عملته انا شخصيا، لو انتم ما عملتوش انا عملته. انا في بعدي عن ربنا بعدت كتير جدا، وقعدت سلكت سلوك لا يمكن، يعني انا مش هتفاخر بيه، لكن اتفاخر بالاله العظيم اللي كانت عينيه مستمر عليا زي الابن الضال. بعد سابه راح يعمل اللي هو عايزه، وفي كوره بعيده بزر ودور على كل ان هو يكون بيسعد بعيد عن ابوه، لقى نفسه في ذل ومرار بعد ما كان في حريه، بعد ما كان له سلطان، بعد ما كان بياكل ويشرب ومتهني ومحمي، راح للذل والهوان، راح للسيد القاسي اللي بهدله، اللي خلاه بيطلب اكل الخنازير، خلاه يحتاج. وعارفين مين اللي خلاه يحتاج؟ الآب السماوي، عشان عينيه كانت عليه، بص عليه كده وقال انا هعمل حاجه. تعمل ايه؟ انا اضيق عليه. ليه هتضيق عليه؟ زي ما قال الكتاب، اضيق عليهم حتى يشعروا. هو ده اللي عمله معايا وعمله مع اي حد فينا اذا كان بيشعر انه فعلا في وقت من الاوقات بعد. الابن ده عمل كده، ضيق عليه، خلاه يحتاج، خلاه مش عارف يعمل ايه. ابتدى يبعت له الروح القدس يبكته، يقول له الآن أقوم أرجع لأبويا. ده أنا العيشة عند أبويا كانت أكل وشرب وحماية، وعن إيه اللي أنا فيه ده؟ أنا هموت هنا. وابتدى حاول أنه يحاول يرجع لأبوه، ولكن عشان يرجع الابن الضال ده لأبوه كان لازم فيه تمن. التمن إيه هو؟ أجرة الخطية موت. طب ما الابن الضال ده المفروض يموت، لكن الاب السماوي يقول لا انا عندي حل. ايه الحل بتاعك؟ انا هبعت حد يعمل طريق، وكان هو الطريق والحق والحياه. جه عمل الطريق بجسد، يقول كده دخل الى الاقداس وجد طريقا كرسه بالحجاب، اي جسدي عمل الطريق عشان الابن الضال يرجع لأبوه، لأنه مش هينفع يرجع لأبوه، لأن أبوه عيناه أطهر من أن تنظر الشر. ولا الولد ده عمل إيه؟ عمل كل الشر. فعشان يرجع لأبوه كان لازم يكون في بديل، في بديل. الذي كان في صورة الله لم يحسب خدسة أن يكون معادلا لله، لكن أخلى نفسه صائرا في شبه الناس، وزوجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت، موت الصليب. أنت رايح فين؟ قال أنا هموت. تموت لمين؟ للابن الضال اللي هو أنا، لكل واحد فينا. والآب يبقى يرضى إن القدوس اللي مكتوب عنه
هذا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. البار مكان الأسمة والخطاة، البار يشيل خطيتي أنا وخطية كل ضال فينا، ياخد الابن الضال، ياخد بعضه ويرجع. ليه؟ لقى طريق. الطريق مين؟ كان المسيح اللي خد مكانه على الصليب ويرجع. الآب شايفه من بعيد، لكن بعت مين؟ بعت المسيح في صورة الابن عشان يكون لي الطريق والسكة. يقول كده إن الله صالحنا لنفسه، عمل ده لنفسه، صنع الفداء والصلح بجسد ابنه يسوع، صلحنا لنفسه، خير حاسب لهم خطاياهم. عملت ليه كده يا رب؟ انا بحبه. بتحب مين؟ طب يكسر ان واحد يموت لاجل صالح، لكن يموت البار لاجل الأسمة؟ هو ده اللي عمله المسيح. مات البار، خد الخطيه مكاني، يحمل خطايا العالم كله في جسده على الصليب، يحمل اللعنة ويحمل كل خطايا البشر عشان يكون في صلح بيننا وبين الآب. هو اللي بعت كمان وصالحنا، مش احنا اللي دورنا. انا شخصيا ما دورتش عليه، لكن هو كانت عينه عليا، كان بيبحث عني. اتاريه كان مراقبني وعارف ان انا بعيد. انا مرات كتير بصيت قدام الله، مرات كتير دخلت في امور كانت ممكن تنهي على حياتي، مرات انقذت من الموت، موت مروع ومحقق، في ناس عارفه الكلام ده. مرات كنت بموت وحد كده جه عمل حاجه مش لازم اشرح وقومني تاني، ومرات العربيه اتقلبت بيا. كل ده كان مفروض اموت واروح جهنم، ما ده طبيعي يعني، ده اللي انا المفروض يحكم عليا. لكن الاب السماوي في محبته كان لسه بيدور، كان لسه بيبحث، كان لسه عنده حل، كان لسه عنده أمل في رجوعي، ورجعني ليه وخلاني ابني ليه. تعرف أنا ما بقف أتكلم عن الخلاص، مش بيبهرني الخلاص، رغم في أمور كبيرة أو في الخلاص، مش بيبهرني إن أنا راح السماء برغم إن أنا أشوف المسيح، لكن يبهرني إن أنا ابني لله. يبهرني جداً أنا ابن هذا الإله العظيم. أيوة الأمور دي صعبة أي حد يدركها، إلا الشخص اللي بالروح القدس يوصله هذه. أنا ما قلتش كل حاجة صدقوني، بس أنا عايز أقول لك تعالوا بينا نقف ونقول للآب السماوي، أنت اللي تستحق إن أنت تتعيد النهاردة، أنت اللي تستاهل إن إحنا نعيد لك، أنت اللي تستاهل زي ما أنت قلت كده، أطلق شعبي ليعبدني. احنا النهاردة جايين نعيد لك، نعيد ليك كل يوم ايها الاب السماوي، نعيد ليك عشان نقول لك انت وحدك اللي تستحق انك تاخد المجد، تاخد العظمة، انت اللي وحدك تستحق ان نقول لك كل سنة وانت طيب ايها الاب السماوي، انك قبلتنا زي ما احنا، قبلتنا عشان يكون لينا مكانة عندك. ادي انا يا رب مديون ليك بكل الشكر والحمد إذا قبلتني برغم تعدياتي، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. جيت وحررتني، وإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. عشان كده أنا وإنت عايزين نشكره، قول أنا بشكرك لأجل الحرية، أنا بشكرك لأجل البنوية. يمكن الترنيمات كانت جميلة جدا في بداية الاجتماع، كلها بتقول قد إيه إحنا أبناء لي، قد ايه روعه هذا الاب. ابي انت والهي، انا بشكرك لانك قابلني زي ما انا بكل عيوبي. اذا كان في حد فينا لسه ما تعرفش عليه، انا بصلي معاك النهارده، قول ساعدنا ادرك الكلام ده، ادرك ان انت الاله العظيم الكبير ده، انا ابني ليك، تقبلني. يقول كده الكتاب، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله. أنا ابني ليك يا رب، أعظم شيء إنك تبقى ابني لله. خلينا وإحنا في روح الصلاة وبنسمع الترنيمة اللي جاية دي نصلي، قول يا رب ساعدني إن أنا كمان يا رب أقدر بنويتك، وأقدر وامشي واسلك
بحسب قلبك وفكرك. ساعدني أكون بسلك بالسلوك اللي لي إننا ابن للملك العظيم ده. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية. واللي انفاسه تزلزل أساس الجبل، انفاس وتزلزل اساس الجبل. واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل، اقدر اقول اقدر اقول يا ابويا، اقدر اقول يا حبيبي، اقدر اقول يا ابويا، اقدر اقول يا حبيبي، اقدر اقول يا الهي وابويا وحبيبي، اقدر اقول يا الهي. كان مع موسى وشعبه في البريه، واللي شق بحر سور وعداهم في الميه. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البريه، واللي شق بحر سور وعداهم في الميه. يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر، يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر، والفتية عبروا في النار. عايز اسمعك. اقدر اقول يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له الهي وابويا وحبيبي، اقدر اقول له الهي وابويا وحبيبي. عارفين لما كان مصيري مولى وادي بيزل واتصالب فتاي وصح راس الحيه. عارفين لما كان مصيري مولى وادي بيزل واتصالب فتاي وصح راس الحيه. شال عني عار الخطيه ونقوس العمل، شال عني عار الخطية ونموس العمل، ويصر لي في ضمان وشفاعة وأمل. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي. أنا ظنيت الاجتماع خلاص، بس القسيس يعني ربنا يباركه بيشجعنا. أنا عايز يعني بما أننا أباء وأزواج نحيي زوجتنا وشريكة حياتنا كل واحد. خلونا نحيي زوجتنا، وإيه رأيكم كمان نقف مع بعض؟ خلونا نقف مع بعض كمان مرة معلش، ويلا كل واحد وخصوصا الزوجات والأبناء. لو في أبناء برا سمعنا من فضلكم خشوا، لو في أبناء برا أو أي حد برا القاعة من فضلكم ادخلوا شاركوا معنا العشر دقايق اللي جايين دول. خلونا كل واحد يتجه نحو والده، أو كل أخت تتجه نحو زوجها وتقول له هابي فازرز دي. يلا نعمل كده، يلا نعمل كده على طول، يلا نحيي بعض.
زوجها والبنت تروح لابوها وكلنا نحيي بعض هابي فازرز داي. كل سنة وانتم طيبين جميعا. و يلا الأبناء يتجهوا نحو الأب ويقولوا له هابي فازرز داي. الأبناء والبنات والزوجات يقولوا لأزواجهم هابي فازرز داي. شيء جميل إن احنا نشجع بعض ونحيي بعض. ونردين جاية تقول لي هابي فازرز داي. One more, one more. Okay, okay. حبيبي. شكرا شكرا للأبناء الحلوين. شكرا حبيبي. شكرا شكرا. هاليلويا. ونادية جاية تقول لي شكرا شكرا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. حلو حلو حلو. تفضلوا استريحوا تفضلوا استريحوا. بهجة وفرح وسعادة في الفازرز داي. وأهم شيء إن إحنا زي ما قال أخويا سمير إنه الفزر العظيم بتاعنا هو شخص الرب له كل المجد اللي أعطانا السلطان إن نكون إحنا أبناؤه. فخلونا نحيي إلهنا العظيم ونقول له كل يوم مش كل سنة كل ساعة وكل ثانية كل سنة وانت مرحب في كنيستك وسط أولادك وسط شعبك كل سنة وكل يوم وكل ثانية. وإلهنا مرحب به في الكنيسة في وسط أولاده وشعبه. الحقيقة أنا يعني الساعة 3:02 دلوقتي أحاول 10 دقائق على طول بنعمة المسيح. لكن أنا بيعجبني جدا. نعم لا مش محسوبين. بيعجبني جدا في سفر التكوين وإصحاح 48 لما سمع يوسف أنه أبوه مريض وراح يشوفه وخد معاه ابنيه منسى وإفرايم. وبعدين في عدد 11 عدد جميل جدا بيقول إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك لم أكن أظن إني أرى وجهك وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. جميل جدا. وعدد 15 وهو بيبارك يوسف وأبنائه بيقول كده الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر ليبارك الغلامين وليدع عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق وليكثروا كثيرا في الأرض. أنا بشوف إن في 5 أجيال في هذا المشهد. 5 أجيال 3 منهم أحياء و2 أموات. أما الأحياء فهم يعقوب يوسف ابني يوسف. الأموات استدعاهم يعقوب وهو بيبارك يوسف وأبنائه إبراهيم وإسحاق. تباينت واختلفت وتنوعت طرق تربية أولادهم لكل واحد فيهم. اختلفوا في تربية أبنائهم. منهم من أصاب ومنهم من أخطأ منهم من نجح ومنهم من فشل. ولكن الدافع الحقيقي هو أكيد بكل شك أنهم يحبون أبنائهم. ولكن من خلال المحبة قد تترجم هذه المحبة للأبناء بطريقة مختلفة. فمنهم من ظلم بعضهم على حساب الآخر ومنهم من ميز أحدهم على حساب الآخر ومنهم من طرق الآخر في طريق البرية واحتضن الآخر. تنوعت طرق التربية اختلفت طريقتهم. لكن العجيب في المشهد إن جمعهم حب الإله القدير الذي
عبدوه جيل بعد جيل. العجيب والملاحظ في المشهد ان بركة الرب جمعت الخمس اجيال حتى اللي ماتوا منهم. البركة انتقلت من جيل الى جيل وجمعهم حب الاله القدير العظيم. واحنا وان كنا الجيل الحالي في العصر الحديث في ايامنا الحالية بتتنوع ايضا طرق تربيتنا لأولادنا وبنختلف كثيرا ونتفق كثيرا، ومنا من يخطئ ومنا من يصيب ومنا من يفشل ومنا من ينجح، إلا أننا في مجمل الأحداث في تربية أولادنا بنتعامل معهم بدافع الحب، بدافع الحب، بدافع المحبة اللي هي أساسها محبة الله لينا. فأنا بصلي إنه أبنائنا وبناتنا يتفهموا هذا الأمر ويسامحونا لو كنا غلطنا في حقهم في يوم من الأيام وما عرفناش نتواصل معهم في بعض الأحيان. وأنا بصلي بل في كثير من صلواتي لأجل أبنائي ساعات بستق وبقف في حتة مش عارف ومش قادر أوصل اللي على قلبي، ومن واقع خبرتي في الحياة كأب ومن واقع المسؤولية اللي الرب وضعها علي مش عارف أوصل اللي على قلب الرب اللي أنا باخده عشان أدهلهم. بيبقى في فرق سن، بيبقى في فرق ثقافة، بيقولوا علينا الدقة القديمة، بيقولوا علينا الأولد فاشون، بيقولوا علينا أنتوا جيل وإحنا جيل، بيقولوا علينا حاجات كتير قوي. على فكرة وإحنا برضو بنقول عليهم حاجات كتير. ده شباب متهور مستعجل، يعني شباب طايش. لكن عايز أقول لكم لما بيجمعنا حب الرب أنا بقف بصلي وبقول له يا رب إذا كنت أنا مش عارف أوصل لهم من فضلك حكمني، مدني بالحكمة المطلوبة عشان أقدر اللي على قلبك اللي أنا باخده أوصله لهم، وأبقى الأداة والقناة والطريقة اللي تقدر توصل بيها كلمتك من خلال حياتي أو سلوكي. في سفر أفسس رسالة بولس إلى أهل أفسس أصحاح 6 من عدد 1-4 ياريت نطلعها مع بعض. بولس كان بيمدنا بشوية معلومات في العلاقة بين الأب والأولاد أو الوالدين والأولاد، وبيقول لهم إيه؟ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. في رسالة غلاطية نفس التعبيرات تقريبا، نفس الكلمات تقريبا، بيقول لهم أطيعوا والديكم في كل شيء. في رسالة أفسس بيقول لهم أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. نكمل مع بعض. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد ليكن لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، الآباء عليهم دور، لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. في رسالة كولوسي بيقول لهم لا تغيظوا أولادكم، كلمة خطيرة نخلي بالنا منها كأباء، لألا يفشلوا، لألا يفشلوا. عشان كده أنا بقول له يا رب المسؤولية اللي أنت وضعتني فيها والأبناء والبنات اللي أكرمتني بيهم أنا عايزهم معايا، عايزهم في خوف اسمك، عايزهم يكونوا في مشيئتك. لكن في الوقت نفسه ببقى متألم جدا لما بحاول أوصل ليهم حاجة غصب عنهم. عشان كده بلاقي نفسي محتاج قوي آجي وأصلي قدام الرب وأقول له سلك المسائل بيني وبينهم، لين الأمور بيني وبينهم، ملح الكلام بيني وبينهم. بالمناسبة أنا حابب أشكرهم جدا، أولادي وبناتي
وأحفادي جابوا لي ورد النهاردة وما هم جايين يعدوا علينا الصبح، فوجئت ناردين جاية وبتقول لي دانيال ومارك بيقولوا لك هابي فازر زيدي وجايبين لي ورد. بحييهم، بحبهم، عندي استعداد أعمل كل حاجة عشانهم. علينا دور، علينا دور، زي ما احنا متيقنين تماما ان هم عليهم دور، احنا احيانا بنبقى عايزينهم يطيعوا الطاعة العمياء، هو كده وخلاص، اسمع الكلام، تسمع الكلام، لكن لا، العملية مش بالعافية. انجاز لي النصيحة، لو في عيلة او اسرة او اب او ام الطريق مش سالك بينك وبين الاولاد، من فضلك تكلم الرب عن أولادك قبل ما تكلم أولادك عن الرب، حطهم في عرش النعمة، الرب هيسلك كل حاجة، هيسلك كل حاجة. عايز بسرعة أرجع لتكوين 50، تكوين إصحاح 50، في حاجة جميلة جدا. إخوة يوسف كانوا بيظنوا أنه بموت يعقوب يوسف هينتقم وهيعملهم وحش، وهكذا ظنوا أنه شفعهم قدام يوسف أبوهم يعقوب لما مات جاء وقت الانتقام. لكن في عدد 9 تقريبا أو 10، آسف، في عدد 21، متأسف، في عدد 21، طلع تكوين 50 عدد 21، مشهد رائع، مشهد رائع، مشهد رائع. راحوا يستعطفوا يوسف وقالوا له أبوك وصانا أنه لما يموت نجي لك ونقول لك أخطأنا في حقك وأذنبنا، من فضلك اصفح عنا وسامحنا عن الشر اللي احنا عملناه. والمقولة الشهيرة والآية الشهيرة اللي يوسف قالها لهم، أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. بصوا قال لهم إيه، وكانوا متوترين جدا وقلقانين جدا، قال لهم يوسف فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم، مع أنه أصغرهم إلا أنه تقمص دور الأب لطمأنينة أولاده، مع أنه أصغرهم إلا أنه أخذ دور الأب في أنه يعول أبنائه، مع أنه أصغرهم إلا أنه كان عنده أحشاء الأب أنه يعولهم هم وولادهم، فعزاهم وطيب قلوبهم. ما بالكم بإلهنا السماوي، ينطبق على إلهنا السماوي اللي احنا بنحبه، أبونا السماوي، لكل واحد فقد أبوه، لكل واحد فقد ما كان يتكل عليه في الحياة، لكل واحد فقد ما كان يستند عليه. الآن أقول بملء الفم، وليك حي، إلهك حي، أبوك السماوي حي، هيعزيك ويطيب خاطرك ويرفعك ويقول لك ما تخافش، أنا أعولك وأولادك. إيه رأيكم؟ حي إلهنا العظيم، أبونا السماوي، أبونا السماوي. يلا نقف نحيي الرب، وقف معايا، حي إلهك، أبوك السماوي المتكفل بكل أمور حياتك، مبارك اسم الرب، أمين. احنا سقفنا سقفة وسكتنا، عايزين نحيي الرب، الرب الرب الرب، هللويا، حي الرب، مبارك اسم الرب، امين. تعالوا نقف كده هوت ونهتف للرب ان هو اتبنانا واحنا اولاد وبنات ليه في اسم الرب يسوع.
أعظم بنوة، أعظم أب، أعظم إله. تعالوا كده كلنا نهتف كده بصوت واحد وبقلب واحد، ونهتف لإلهنا ونهتف لأبونا وانتسابنا إلى الإله العظيم. يلا كده هنختم بالترنيمة ديت كده، عايزين لو ما بكل ما نملك من قوة ان احنا نقدم تسبيحنا للآب السماوي اللي قبل برغم كل ما فينا ان هو يتبنانا. واتبناني يريد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني يريد بيا واشتراني وحن عليا. بقالي فضو مكان ونسيت ايام الحرمان. بقالي فضو مكان ونسيت ايام الحرمان. اهلي وعيلتي كمان وراس مالي. اتمناني ويدي بيا واشتراني حن عليا. اتمناني ويدي بيا واشتراني حن عليا. ابنولي يا شأن كبير ابويا ابويا يبقى القاضي. ابنولي يا شأن كبير ابويا يبقى القاضي. بس الخطا بالشر مهما جاي. اتمناني وريدي بيا واشتراني حن عليا. اتمناني وريدي بيا اشتراني حن عليا. نساني الماضي الآلي خلى لساني يقول ترني. نساني الماضي الآلي خلى لساني يقول ترني. حساني بدمه الجاري وفداني. اتبناني وريدي بيا واشتراني حن عليا. حن عليا عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجيران. عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجيران. ويا مالي عايش أخرى وأهالي. اتمناني وريدي بيا واشتراني حن عليا. حن عليا. تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. ماشي مع مرفوع الراس وعلم قالي. اتمناني وريدي بيا واشتراني حن عليا. حن عليا. هعيش له طول السنين ابني خاضع وامين. هعيش له طول السنين ابني خاضع وامين. ولا حد عنه شمال ويمين طول ايامي. اتبناني وريدي بيا واشتراني حن عليا. لابد عشان تكون شاهد لابد انك انت تكون بتعرف هذا الشخص. انا بشكر رب كتير
من أجل رعايته وحمايته والسنين اللي عدى بيا. لغاية الشيخوخة هو راعينا.